ويشوت شوطه جامده جوه جول. بيبو يلا يا بيبو انفراد والتالت خالد بيبو وبيشوط والكوره حلوه جول تريكا واللمسه الحلوه اوه الهدف الاول كل الدعم للنادي الاهلي وجماهيره والجهاز الفني ان شاء الله في نهائي افريقيا الفوز والتوفيق للنادي الاهلي. تسعه يعني. اتمنى طبعا فوز النادي الاهلي وتوقعي ان شاء الله 3-1 للنادي الاهلي. مباراه صعبه ومثيره طبعا فهتبقى من اصعب النهائيات في بطوله افريقيا بس ان شاء الله فوز النادي الاهلي وتحقيق البطوله رقم 9. بشجع مين دي يعني بيتي وواحد عاش فيه حياتي وحصلت ايام بطولات كتير يعني خدتها وانا موجود في النادي الاهلي يعني بطولات كتير لما كنت في النادي الاهلي ما بتحققش غير في النادي الاهلي فاي حد عايز يعمل تاريخ عايز يعمل بطولات هو بيرتبط بالنادي الاهلي. اتمنى النادي الاهلي يكون هو الفائز. النادي الاهلي الحقيقه الفتره اللي فاتت مع موسيماني بيقدم عروض طيبه جدا وكمان في انسجام بين اللاعبين بشكل مميز. اتمنى ان شاء الله يكون نهائي افريقي قوي جدا بين الفريقين العريقين الكبيرين في القاره. مباراه تلعب طبعا على شرف الاميره السمراء المحببه للنادي الاهلي لانها هكون طبعا سبورت للنادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراه القويه جدا.